وزي ما انا قلت الاستاذ احمد مجاهد والاستاذ سيف زاهر ناس محترمه جدا. انا الحقيقه مش عارف وبيلمحوا كده ان النادي الاهلي من الممكن ان هو يلعب مباراه بيراميدز مع في الكاس في اخر 10 ايام من فبراير. الكلام ده مش مظبوط ومش هيحصل بناء على قرارات مجلس اداره النادي الاهلي. الكلام ده مش مظبوط ومش هيحصل لان النادي الاهلي ملتزم بكل الكلام اللي اتفق عليه ما قبل يوم الاربعاء اللي فات، وملتزم بالجدول اللي حضراتكم عملتوه، اللي حضراتكم عملتوه مش النادي الاهلي اللي عمله بالمناسبه، ملتزم بالجدول اللي حضراتكم عملتوه مش اللي النادي الاهلي عمله. فانا الحقيقه بالنسبه لي الموضوع ده موضوع منرفزني جدا جدا، ومش عارف هي الناس بتودينا لفين، عايزين تودونا لفين. مجلس اداره النادي الاهلي ما بياخدش قرارات انفعاليه، بياخد قرارات مدروسه، وانا شرحت لحضراتكم امبارح ان القرارات دي او القرارات الثمانيه اللي خدها مجلس اداره النادي الاهلي سبعه منها كان موجود خلال الفتره اللي فاتت في المراسلات اللي ما بين اتحاد كره القدم وما بين مجلس اداره النادي الاهلي. فمن فضل حضراتكم يا جماعه احنا داخلين على بطوله امم افريقيه، مش عايزين الدنيا تولع اكتر واكتر. الكلام ده مش هيحصل لانه احنا هنا دايما ما بنتكلمش غير عن النادي الاهلي، مش عايزين حاجه من حد تاني، احنا عايزين ناخد حقنا كنادي اهلي. عايزين ناخد حقنا كنادي اهلي. جمهور موجود وفقا للشروط الامنيه. هو حضرتك لا تقربوا الصلاه وما كملتهاش؟ لا تقربوا الصلاه وسكت؟ لا. النادي الاهلي بيقول مش هنلعب بدون جمهورنا وفقا للشروط الامنيه. مش اي كلام بيتقال وخلاص، مش نص الكلام تاخده نص الجمله وتسيب النص التاني. من فضل حضراتكم اقروا بس قرارات مجلس إدارة النادي الأهلي، اقروها صح، مش تقروها كده وخلاص. مش خد يعني ايه، تلاقيه قرا العنوان مثلا الأهلي بيقول لن نلعب بدون جمهورنا، لكن التفاصيل اللي جوه، طب ما تقرا التفاصيل اللي جوه وفقا للشروط التي تم الاتفاق عليه. طيب عايزين ايه تاني؟ عايزيننا نعمل ايه تاني؟ انا اتمنى ان حد يرد علينا في هذا الموضوع، لانه الحقيقه الموضوع بقى صعب جدا. واحنا قلنا لحضراتكم ان احنا مش هنسكت على اي حد بيتكلم.